جان خليفي الغائب منذ العام 78، يعرضون نساءه العاريات أعمالا فنية في صالة لسيماز هوليداي بيتش. هذا الصادق في فنه حتى الانتحار، فنان تحار أين تصنف، كسر قواعد اللعبة الجمالية بين جماعة جيله عندنا واللاحقين. أعماله المعروضة: المرأة الرمز، المرأة الخطوط، المرأة السؤالات. مزاجي مشاكس، فج لا يساوم، رسم القلق بتلاحق وتوتر، اختزل الصياغة الشكلية حتى أقصى التجريد وصولا إلى حالة اللون. لوحته سفر واغتراب ونزف، صاخب متفجر مجدول على ذاته، طليعي هذا النازل على المدينة من حتون، وتذكارات عن صداقة الصخر والإزميل وأهازيج اللون وصدق حرارته. هذا الرافض للأقنعة اقتحامي لونا وتشكيلا بين المعرض والمحترف وبقايا اللون، جان خليفي لونا وصورة وصوتا. القلق اللي موجود بأعمالي الفنية إذا بتراجعوها من ساعة ما بلشت، من ساعة ما تعرف الببليك اللبناني أو المجتمع اللبناني أو غير اللبناني على فن الفنانين، المجتمع الغير اللبناني بيشعر بهالشيء هيدا، بس ما بيعرف ليش أنا عايش هالقلق هيدا. أنا شخصيا صورت المأساة اللبنانية من أول معرض أقمته في لبنان. مش كل أعمالي هي مأساوية، لا، أنا بتصويري في شيء جامع هو بين الحياة والموت. دائما أنا لوحدي، اللي بيعرف يقريها واللي بينظر إليها بعمق بيشوفها هي على الشفير، واقفة على حد فاصل بين الحياة والموت، معلقة تعليق وفيها ما فيني كثير عن حالي، لأنه اللي بيحكي عن الصورة، الصورة ما بيحكوا عنها كثير، ما فيني أحكي عنها كثير لأنه حطيت تعبيري بصورتي، بس بقدر بقول لك فيها هالشيء اللي بيوقفك على هالنقطة هيدي، وبيخلينا دائما نعيش هالعلامة الاستفهام: إلى أين؟ لوين؟ من وين لوين؟ بدأت حياتي الفنية كنت قبل 20 سنة، لما كنت طفل. بقى بقدر بقول انه الناس تعرفوا علي من 20 سنة لليوم بمعارضي، وما كانوا يعرفوا انه انا كنت ارسم لما كان عمري 5 سنوات او 6 سنوات او 7 سنوات او 10 سنوات. انا بقدر بأكد وبقول اليوم اني من بعد ما تعلمت ونسيت الاشياء اللي تعلمتها بالمعاهد، ان كان بفرنسا وان كان بايطاليا وان كان ب لندن، تعلمت ونسيت. جي أبري جي أوبلي، ورجعت أرسم بالحرية والحرارة اللي كنت أرسم فيها قبل ما أدخل لمعاهد الفنون. حتما المعاهد هي مهمة كتير،
لأنه بتعلمنا بتصقلنا، وبعدين لازم نحن نعرف إن نتعلم وننسى حتى نرجع نلقي ذاتنا بأعمالنا. هذا شيء هام جدا. الكلام ما بيعبر عن الصورة، الصورة بتعبر عن ذاتها. الاشياء اللي عم بقولها كتير فقيرة بعدها بالنسبة انه انسان يجي ينظر من دون افكار مسبقة الى صورتي حتى يقدر يحسها بالعمق، حتى يتفهمها، حتى يقرب منها. ليش انا عم صور هيك؟ انا بعض الاحيان بعمل صور برجع بشوفهم تاني نهار أنا شخصياً بنقز منهم، أو برجع بقول ليش أنا رسمت هيك، وبعدين بفهم ليش أنا رسمت هيك. هذا جوابي على سؤالك إذا كان كافي. بعتقد إنه كافي. المأساة اللي بالوقت الحاضر حتماً رسمتها وعم برسمها كل يوم، بس عم برسمها مش عم برسمها بهالشكل شو بيقول لك الإلستراتيف السخيف المقصود. أنا بكل أعمالي بتظهر الخلفيات المأساة اللبنانية، وهالتمزق موجود دائما بعملي الفني. إنما أنا شخصيا رسالتي مع هيدا كله هي رسالة، مش رسالة دعوة لشيء، هي رسالتي كرسام هي دعوة إلى السلام والمحبة.